كنت بوسط المسرح، خفيت وعيت مع تصفيق الناس، لكن أكيد شفت كتير أمور عديدة، كنت شاهد علي أنت. شو بتتذكر؟ شو هي الصور الراسخة بذهنك؟ القصص الحلوة كتير، الفرصات اللي بتصير على المسرح يلي هو كان ربا في ليمون، تعرف بيحب يضحك الممثل اللي معه، ومعه فيروز، يعني فيروز ما بتضحك، ليلي ورا ليلي يحاول يضحك ما تضحك، ليلي في حوار هو وياها بيصرخ من برا بيقول محامي، بتقول له انت محامي؟ بيقول له ايه، بتقول له فيك تدافع عني؟ بيقول له نعم، بتقول له بدي ادفع لك، ما معي مصاري، بدفع لك بندوره، قال له يا بنتي تدفعي قضيتك بندوره بتروح تعو تصلاطه. بهاللحظه كان هو حامل طاوله وهو عم يحكي الحوار تبعه، عم بيقول عم بيدافع عم بيدافع، براءة براءة، بيصير يخبط على الطاولة، بيفتح جارور بتطير حمامة، وكل الدفاتر اللي معه معبيهم بودرة، نطت فيروز والعالم يضحكوا.